السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هكون معايا الأسطورة بتاعنا اللي كلنا بنفتخر بيه، الأسطورة اللي هتنور عرش أولمبيا السنة دي، هيعمل شغل جامد جدا بعد أعتقد الكونفرنس اللي حصل أو المؤتمر الصحفي والكلام اللي قاله قدام الجمهور وقدام الناس، وقال إن أنا هنا ما بقيتش أمثل نفسي قد ما بقيت أمثل العرب والفانز بتوعي والمحبين للعب كمال الأجسام. فالمجهود ما بقاش مجهود ذاتي قد بقى ما مجهود جماعي. فمن جوه ميت ذا اولمبيانز او قابل الاولمبيين، هتصور مع فخر العرب. رامي ازي حضرتك؟ السلام عليكم. ازيك يا هاني؟ الحمد لله على السلامه، وعارف ان هو كان مشوار صعب عليك. الحمد لله على السلامه ونورت المكان. رامي قول لي بس انطباعاتك، احنا مش هنروح فيما بعد، احنا عايزين بس نعرف على الاقل الكونفرنس او المؤتمر الصحفي انطباعه كان عليك انت عامل ازاي. انا شايف ان كل واحد من الناس اللي جات المؤتمر، كل اللعيبه جايه عايزه تنافس على اللقب، مش بس زي ما الناس بتقول براندون وفيل وبتقول ديكس، لا، الناس في 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 اكتر من لاعب هو طمعان هادي جاي عشان ياخد لقب، ويليام بونك جاي عشان ياخد لقب، في اكتر من لاعب هانتر جاي عشان ياخد لقب، كلهم جايين جاهزين كويس جدا. ان شاء الله كل واحد قدم حاجه كويسه. احنا عايزين بكره نقدم احسن مستويات لينا كلنا، وان شاء الله اذا قدمنا احسن مستويات لينا ان شاء الله ربنا يكرمنا ويفوز باذن الله. طيب معلش يا رامي، انت ذكرت اسامي ما كانتش موجوده في الكونفرنس كول النهارده او المؤتمر الصحفي البريس كونفرنس، عايز بس اسالك سؤال، هل من وجهه نظرك التكهنات بتاعه الكورونا وان هم يمنعوا بعض الاولمبيانز ان هم يبقوا موجودين في المؤتمر ده، انت من وجهه نظرك لو انت كنت نفسك اتمنعت كان هيبقى احساسك عامل ازاي؟ لا شوف، هو مين اللي اتمنع؟ معلش، لا يعني احنا ما هو اللاين اب دايما بيبقى 15 لاعب تقريبا، فاحنا النهارده شفنا منكم خمسه. ايوه لان العدد كان كبير برضو يعني، حتى لو النهارده المؤتمر اخذ اكتر من ساعتين فهو اصلا كان كتير، فما اختاروا من كل فئه عدد مش عشان كورونا، عشان حتى يقدروا يتكلموا، لانه ما كانش ينفع حد دول كلهم، لو جابوا ال 16 وال 21 بتوع اولمبيا وجابوا ال 40 بتوع الفيزيك وال 80 بتوع، هيبقى عدد مش رهيب، هيبقى اكتر من الجمهور، اكتر من انهم يقعدوا 10 ساعات يتكلموا مع كل واحد، كل واحد قال كلمه يعني. فهو ده يعني انا شايف انهم عملوا الصح يعني. طب احنا عندنا سؤالين بقى مهمين جدا للناس انه يعرفوا وجهه نظرك انت بتفكر ازاي. السؤال الاول، اولمبيا اتعملت السنه دي في ظرف تحديات كتيره وامور صعبه، وانتقلت من لاس فيجاس اللي انت نفسك كان كواحد عربي دايما بتسافر متعود على لاس فيجاس واجواءها وبتعرف تروح وتيجي، فجاه انت رحت لولايه جديده انت ما كنتش فيها قبل كده، انطباع ده عليك كاولمبيان او انت كمشارك للعب كمال الاجسام؟ انا بصراحه مش شايف اي مشكله بالنسبه لي، لان انا مش امريكي وانا مش من بلدي، فكده كده انا بنتقل من مصر، لا بنتقل من مصر المكان اللي انا بتمرن فيه طول السنه لمكان جديد، فمش فارقه معايا كتير قوي. اما بالنسبه للمكان، انا شايف ان هو مكان مناسب جدا ومكان كويس جدا، هي الفكره في العدد والسماح، وده بخصوص الديناميك بتاع اللي في العالم يعني، ما حدش يقدر يقول لا لازم يفتحوها، ما فيش حد بيعمل كده، حتى الولايه دي هي الولايه الوحيده اللي بتسمح، انت عارف يعني كل الولايات قفلت، حتى المدن اللي بجانب الولايه بتاعت اورلاندو قفلت، زي ميامي وزي، فيعني احنا بنحمد ربنا ان الموضوع ماشي لحد دلوقتي بالشكل ده. طب السؤال الثاني، انت حضرت اولمبيا كتير، اولمبيا السنه دي مختلفه ازاي من وجهه نظرك؟ 2020 مختلفه ازاي عن السنين اللي فاتت؟ مش كرامي كلاعب، لا كتجهيز او شكل، يعني من الاخر كده بسالك على انجازات دان سلمان جوه الموضوع، دان عامل ايه؟ بصراحه هو عامل مجهود كبير، كفايه انه فكر انه ينقل البطوله من فيجاس خلال اسبوعين ويعمل المستوى ده هنا، دي تجربه صعبه جدا، تجربه صعبه جدا، انت ما تبقى مجهز سنه على ان انت تعمل حاجه في مكان وتخلص وتخلص كل حاجه وبتاع، وفجاه في يوم وليله عايز تنقل الحدث كله لمكان تاني، ده محتاج مجهود جبار جدا، مجهود جبار. اما كترتيب وككل حاجه في مكانها، لا بصراحه الموضوع متسهل علينا جدا، اختيارهم لمكان كان رائع لان كل حاجه قريبه، فلا انا شايف ان كانوا موفقين بصراحه. السؤال اللي هيبقى اصعب شويتين، تحضيرك اغلب سنينك اللي فاتت كلها في بلدان عربيه ودول تانية غير مصر، انت المره دي تقريبا شبه التحضيره يعني اخر 15 يوم منها بس انت اللي ما حضرتش في مصر يعني، فالفرق ايه؟ الاكل، التمرين، الروح، كل حاجه، عايز تفاصيل.
انا شايف ان البطل ما بتمنعوش ظروف او بتصنعه او بيصنعه مكان او بيصنعه احداث او بيصنعه، لكن لو على الاحداث فهي اسوأ احداث ممكن تمر على اي بني ادمين في الدنيا، فبالتالي ما حدش يقدر يتمرن. لو المكان الحمد لله احنا غيرنا المكان، يعني مش معنى كده المكان اللي انا كنت فيه كان سيء، بالعكس كان احسن اماكن في الدنيا، لكن انا كمان غيرت المكان. فما في البطل هو جواه بطل الارادة نفسها. دايما انا بقول لو حطيت رامي في الصحراء رامي هيبقى رامي، مش رامي انا بتكلم عن اي بطل جايين عمي. كان فكرة ان الارادة ان واحد يبقى عايز يروح يعمل بطولة او يلعب بطولة يبقى عنده الارادة من جواه ان هو يعمل ده، دي بتبقى مغروزة جوه البني ادم. لكن الكلام بتاع ان اصل ده احسن حاجة في الدنيا لا، وبالتالي بنشوف ابطال من اماكن تانية، مهادي في ايران، فيل هنا في امريكا، فلان في الكويت، تاني في الاردن، واحد في ليبيا. السؤال هل نقدر نجهز في مصر ونطلع محترفين لأولمبيا؟ هي الفكرة كلها فين ان انت تبقى عندك الروح وان انت حاسس ان انت كويس في المكان اللي فيه. يعني بيقول لك كومفورتبل، يعني في المكان اللي يعني مرتاح نفسيا. فانا بالتالي انا ده كان كنت مرتاح جدا نفسيا في مصر، انا الحمد لله وسط اهلي وسط كل الناس اللي بتحبني، وزي عادتي الحمد لله الحمد لله رب العالمين. انا يعني ما بين تمريني وبيتي ما فيش اكتر من كده وانت عارف، فما لا الحمد لله مش حاجه اختلفت عليك. انت كنت كان عندنا بعض التكهنات او التخوفات مننا احنا ان انت تيجي في مصر وهل هتعرف تجهز مش هتعرف تجهز، هل الامور سهله صعبه؟ لكن القرارات بتبقى من جواك انت كبطل. انت ممكن ياخدك الناس ومش عارف ايه وياخدك حاجه كتير، او ممكن تكون واخد القرار لا انا عندي تارجت لازم احققه في الوقت المعين، ما اقدرش افرط في حلمي في اي كان عشان ايه ولا لايه السبب. فانت اللي بتحط البلان وانت اللي بتمشي عليه، بس هو ده الموضوع. السؤال الخايب اللي لازم اساله، يعني هو سؤال خايب قوي بس لازم اساله عشان نبقى راضيين الجمهور كله، انت شايف مين من اللاين اب المنافس ليك؟ هو خايب قوي السؤال ده انا عارف. يعني والله زي ما قلت لك قبل كده رامي لو جه 100% ان شاء الله هيفوز. يعني انت بتنافس رامي بتاع السنه 2018 2017. طيب توقعاتك السنه دي بالنسبه لشغلك مع تشاد وشغلك ال 15 يوم الاخير مع دينيس، هل تشاد عامل معاك طفره فعلا؟ تشاد عامل طفره كويسه جدا لحد النهارده ان شاء الله، اتمنى ان هي تكمل لحد بكره باذن الله تعالى، وانا واثق ان احنا نقدر نعمل ده. عايز الناس تحكم بعد الماتش عشان ما بقاش انا اللي بحكم عليه، لكن ان شاء الله يعني نقدم حاجه كويسه جدا بكره باذن الله. باذن واحد احد. رامي انت دايما بتبقى قبل الماتشات جاهز 100%، ما بقاش عندك مشكله، الصور كلها بتثبت ده والفيديوهات بتثبت ده. اليوم بتاع الماتش دايما الغلطه بتبقى ايه؟ يعني هي بعيدا عن اي حاجه، انت خلاص بخبره السنين انت عرفت الغلطه فين، المره دي اشتغلك على الغلطه ازاي؟ بس احنا حاولنا نتجنب الاخطاء. لا الغلطه هي ايه؟ ما مش ملوش داعي التحميل. شايف طبعا كل الناس عارفه بتبقى اخر يومين هو التحميل، ف ان شاء الله نكون تجنبناها المره دي وان شاء الله الناس تشوفنا بشكل كويس جدا باذن واحد احد. هنصور معاك ان شاء الله بعد اولمبيا ان شاء الله، نكون معانا الساندو باذن الله باذن الله باذن الله. رامي بص للكاميرا وكلم المصريين وقول لهم كلمه. انا مش عارف اشكركم على دعمكم ازاي بصراحه، يعني كل الاول كل كلمة بتوصلني وكل إحساس وكل دعوة بتوصلني أنا شاكر لكم جميعا. إن شاء الله أقدر أحقق لكم اللي يفرحكم، وبإذن الله نرجع لكم بحاجة تسر قلبكم بإذن الله عن قريب. أشوفكم على خير ودعواتكم إن شاء الله. تمام.